الجن اللي رانا نظلوا نجروا مورب القراع وكل تورنا درنا باللي راه حاكمنا، هذا آمن بالرسول. الجن هذا يدور غير هنا في الجزائر، ألجي يدور غير وين المشاكل. 25 سنة في أمريكا ما كاش واحد رقيت له، ما كاش واحد قال لي يا شيخ عندي الجن. واش ما عندوش الفيزا يروح؟ يجاوبوني، جاوبوني. أنا لا أنكر الجن، صح ما نكذبش عقلي ثاني. 26 سنة في أمريكا ما كاش اللي مرض بالجن. الجن يدور غير في الجزائر، يدور غير عند المسلمين، يحبنا. وعلاش ما يروحش لواشنطن يقعد تما؟ كل حاجة لاباس، وعلى ما يكونش في باري؟ المسلمين، هاني نحكي لكم على المسلمين، ما يحكوش على الجن في الخارج. تعرفوا عليه؟ والله ما عنده الوقت يحك راسه. خدمة. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الناس اللي راهم دايرين القرآن ينحوا به الجن، ينحي به الهم اللي راه هو في راسه. هبطلوا لنا من الطبايح هذو. قرآن قال فيه ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، نضحك وتقرا في القرع وتجري، دير حوانت. هب لنا الغاشي. حاكم له راسه يقرا له، حاكم له صدره يقرا له، واش تقرا له؟ ما عندوش خدمة والله تقرا له السلكة كامل، لازم له شهرية. واحد ما عندوش زوجة تقرا له السلكة. صح أمر يضحك بصح يبكي. 40 سنة مازال ما تزوجش تقرا له القرآن الكريم. يا وزوجه زوجه بركة وانت مستقره. راح شوف له امرأة. والعنوسة ماشي الرقية، العنوسة لازم نلقاو حل. سنة 2011 عندنا 11 مليون عانس. هذا علم تاع إحصاء، أنا مانيش نهضر من فراخ. بما يعادل 7 دول خليجية. ونختمها بهذه، هل ثبت عندكم أنه خطبة واحدة دارها النبي صلى الله عليه وسلم مع العنوسة؟ هاهم شيخ، هاهم معايا شيخ حمزة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر ودار جمعة خصوصي على العنوسة؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم وشاب يقف الغراب على شاربه ويشرب الماء ولا باس، ما عندوش امرأة؟ ما عندوش ذريريات؟ ما عندوش سكنة؟ نحن نعاني مشاكل عصرية، لازم شوية يا جماعة. القرآن هذا جبش فأتبع سببا، لازم نأخذ الأسباب.